الآن أكو دائرة بأمانة بغداد تحت مسمى إزالة التجاوزات، وهذه الدائرة لم تؤدي ولو صفر خمسة من الألف، يعني نصف بالمئة ما أدت دور من أدوارها، يعني مجرد أنه دائرة. والغريب ضباط هذه الدائرة ومدراها هم متجاوزين أصلا، يعني كان أحد مدراء هذه الدائرة بالكاظمية أخذ 200 متر من دائرة مجال الكاظمية سواء بيت سكن، يعني هو مدير إزالة التجاوزات يتجاوز على المال العام. فتخيلي أنت إحنا وين عايشين؟